على طاري الحيوانات من حيوانات مرة من المرات أنا عمري 7 سنوات سرعة رحنا لتبوك الخالد أنا أغني سرعة وكانوا عندهم هم كانوا ساكنين في ساجد في سكن أكسر على راسك في سكن أقعد أكسر الوردة ذي خلونا أرجع حكي في سكن سكن مدينة عسكرية حلو المهم إن كان عندهم حمام وعندهم بساس جيت ذاك اليوم أنا عمري 7 سنوات تقريبا أي والله وأجي كطل مر السلامة هو أخذ لي واحدة من الحمامات وأشيل الحمامة معي وأروح قطعته خلصت الغالي قلت ما ورودك أنا قطعته ولعبت ولعب وشخبطت وشخبطت هل لي سوى أعطانا سالة عن حيوانات يكون عطيته لا خليه حبيب قلبي والله من الحمامة لبى قلبك المهم شليت الحمامة وأدخل الحمام واشغل المويه الحار والبان الحمام دخل الحمام واعب البانيو مويه الى راسه راح يروشها اي اعب البانيو الى راسه واشتله زي ما هي انا في راسي هات الستره حقت روحها في بالي انا في بالي على بار سالم على بار سالم سالم صح حبيبي يلا يلا شكرا يعطيك العافيه يلا اوكي قوي بطل المهم مدري انا قاعد اقول خلوا يسولف يا ريجي قاعد يهبط كل ما اللي سوى انا في بالي ان الحيوانات الطيران عادي تسبح حتى ما في مشكله وايش الا وغمسها في المويه وغمسها غمسها غمسها الا شوفها تبدا خلاص بدت تثقل ما ادري ايش جاء يعني تشبعت بالمويه زي الاسفنج روحها طلعت زاد وزنها وانا صغير قاعد اتغبل ما ادري ايش الوضع مقفل حبه وبعدين يوم خلصت واني افك ذي سداده الباني ولين جفت المويه كلها واشتل الحمامه اشوف رقبتها قد قايلك هي طايحه على الجب اقول باكيه برقبتها ترجع ثقيله خلاص قد طفت النور طفيت ماتت يعني ماتت ماتت طفت النور وايش الا وديها لخالد قلت يا خالد شي راسها ما ادري ايش زعلت راسها قد في شط وفي جنب داخت ورقدت والله يا الربع اقول باكيه يرجع الربع المهم ان خالد ذاك اليوم عثت فيني وجردتني فالعظه والعبره انك لا تسوي هذه الاشياء وانت صغير لان شيء ياثر على الحيوانات يا انت عريف مع الحيوانات عريف الدجاج الدبح والحمام لعب فيهم والبسواس على التصرف انا خايف سمعوا خلوا الله يستر مع صبر ذي بعد الاخر خلوا التصرف خاطئ ونستنبط من هذا الموضوع انه لا احد يعني يؤدي العمل بس انك صغير في كلام على الوقت حتى الاطفال خبرهم ايوه ما ما تسكي احنا اطفال تعال محمد كل مع الوقت تعال كل مع الوقت مع الوقت يا ابو ناصر تعال بس سامعين هنا نتكلم على الوقت ابو عاد تكلم باقي اقعد انت معايا سولف على الوقت للصبح يلا محمد يلا كل مع الوقت محمد